هي إحدى الحلول التي أوجدها الفلاح لتفادي خسارة محصوله وضمان نسبة من نجاحه. المشتلة بديل مريح للفلاح وضمان وتأمين لمزروعاته. بكري احنا كنا نخدموا بطريقة تقليدية، كنا نزرعوا هذه النقلة، كنا نزرعوها في الأرض شوالة، كان فيها شوية تعب وكان فيها منتوج حاجة ناقة شوية، وضروك لا سهلت علينا هذا المشتلة، سهلت علينا الخدمة والمنتوج تاعها يجي شباب، نشرو لهم الزراعة ونوجدوها لهم هنا، ما عليك غير نقل، غير تحول للتوصيل تسيب السلعة واجا. يأكل حم نباتاته بعد شراء البذور وأخذها للأخصائي في المشتلة لكي يزرعها ويرعاها من مرحلة لأخرى داخل غرف مهيئة للإنتاج وبأساليب وأدوات متطورة. عندها هذا الشهر ولا جبت لها الزرعة حطيتها له تما، هيا وجدها هو من توجد الوقت تحول تاعها للأرض، عندها شهر، مدة شهر نحولوها منها من عندنا، نرفدوها نحولوها. كل ما هو تحديث وكل ما هو حداثة احنا ماذا بينا نديها تواكب، مثلا السقو، التبريد، الشريوات، لي زونغري، الصوالح هادو كاع لازم يكونوا تقنيين. حتى في اشياء تانية ممكن الفلاح يجيبوا لي حاجه ما يعرفوهاش، يقولوا لي سيها، نقول لهم معليش انا نسيك ونجرب لكم اياها وما كانش مشكل. هذا بيا تكون المردوديه مليحه. بعد ان تصبح الشتله جاهزه للنقل بعد اشهر او اقل حسب نوعية المزروعات، ينتقل حم ككل فلاح ويستلم طلبيته ويتوجه مباشرة في يومه ليغرسها في مزرعته وفق وسائل وأساليب أخرى خاصة به. رغم تخطيط الدولة الجزائرية للمساهمة في تشجيع الفلاح وتوفير كل الوسائل التي تساعد على وفرة الإنتاج وجودته ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المحاصيل، إلا أن المحور الأساسي في هذه العملية لا يزال مهمشا ويعاني ويناشد الدولة للتخلص من معوقات عديدة ومصاريف كتوفير الأدوية ومياه السقية.